خمسي وخميسي. مظبوط يا عم، كيفك؟ انا خمسي وهذا خميسي، عرفتوا نفسي. خمسي وخميسي، خمسي وخميسي. حلم العيلة، العيلة بعتوهم حلموا ربوهم جبنة طعموهم، فهيم فاهم وفهم الفهم فهموهم، فكرك فهموهم هم أموهم هم 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 هم. نافخ حالك هيك كمو، كمو سمعت حبيبي، التهي لي بحالك ودراستك وريني شطارتك، تعال قول معي ورجيني. تعال بالله عندي دراسه. ولك سامعك سامعك، ايه مثل ما بقول لك. شو مشان الحديد؟ ولك الستة ميلي تبع الشناج. ولك يا اخي شو محملهم بالطرطيره مثل ما بقول لك. بيه ملينا يا اخي، بالله ضوجه ضوجه، وروح روح روح قيس قيس ملي. مع البحث حدا هذا لك، شو هالحلاوة هي؟ ايه الله يسلمك. غير يا اخي غير، شو عن ذهب ذهب هالشعرات ما شاء الله. والله وهذا شعراتك حلوة. جيب شوي. شو بك غسان؟ شو جابك له؟ ايه ملقت ولحالي وكل بساوي شيء، هذا كله ما يساوي. غسان روح مساك بدك كتاب اقعد وتروح. بالله اعمل احسن شيء. احسن شيء. ولو خلصت ان هذا درسي كله. تفرج على التلفزيون تتسلى. احسن شيء ما اسكت. تعال نتفرج. يا اخوي مثل ما انا قاعد اقول لك، اتفق مع الجباله ومعلمين البطول مباشر. ها؟ ولك دغري بلش، شو مفكرني قاعد العب هون انا؟ عاطل عاطل عاطل، ولك عاطل. ايه نعم. ها ولك مو انت، ولك هسه انت عاطل. انا قاعد احكي مع رفيقي غسان على التلفزيون عاطل. يا سيدي بعدين انت اعطل من العاطل. خلينا بحديثنا هسه. يا داني شو اسمه هذا نفسه ما ما يطلعوا. داني منزوع. شلون؟ ولك بقول لك جيب لنا حديد 16 بتجيب لي 12، بقول لك جيب لنا 3 كاس شمين بتجيب لنا 10. يا غالي التلفزيون اخي بطل يا عمي انت.
اوفر. صلح لي اياه. انا مالي من وقت ابو فادي، قوم ساعده وصلح له اياه. يلا على السريع. أيوة. انا عندي رايه. يلا فادي. ماشي. لك شو شايفني عمال بلعها؟ ماشي شايف الصينيه قدامي؟ بكير عطيني. هذا كله مشانكم، مش اقطع منكم محاشي. بعدين. لك يا سيدي، ومين قال لك تعمل لنا محاشي؟ فوق ما بدي اعمل لكم طقس وجو. انا طقس وجو هذا؟ شكله ما حيضل كوسه. استنى حبيبي لا تخبط، تكون الانتيك. وينو هذا شو اسمه؟ قفى التلفزيون في شريط اخرته جكي، حركها يمين يسار شوي بيمشي الحال. هذي لقيتك بحركها كم مرة؟ ما بتفرق قصة، المهم تحركها. ماشي. يا اخي ما هذا نفسه ضل هذا؟ ايش كله؟ خلص غسان، بيكون الشريط مقطوع من برا. ما وكيف بدي هذا اذا قطع من برا؟ حط الانتيل الداخلي. وين؟ على التلفزيون. ما نفسه وبضل لا طلعوا ولا شيء. غسان حبيبي كيف بده يشتغل اذا ما وصلته؟ بالله بده وصله؟ لك شو بك؟ وين بده وصله؟ بتشيل الجكة تبع الانطيل الخارجي، بتحط الجكة تبع الانطيل الداخلي. نفسها. هذه هيك المبخوشة هيك. يا اخي في كذا وحدة مبخوشة، أنا وحدة. مروان؟ غسان؟ عيني. شو ما عم تعرف تحطه؟ والله ما حدا قال لي. يعني ما بدك تحطه. ما بدك تحطه يعني؟ والله وحياة بي بدي بس ابعد. لا ما بدك. والله بدي. لا ما بدك. وحياة بي. لا بدك. وحياة بي. حطه. ولك شوف ابوك احسن. عيني مروان هاد شلتها وحطيتها وحياة بي وليكو لسه ما يمش. اكيد حطيتها. والله حطيتها. والله مزبوط حطها. يلا وانت يا جبان قلت من وين من وين؟ افيك تحكي ليكو عمي وش؟ معناته عمي وش؟ عمي وش؟ ايوه. ها؟ ولك مو قصدي عليك. رفيقي التلفزيون عمي وش؟ لك يا زلمه معقول اقول عن ابوك بوش؟ عجبكو هيك؟ عجبكو؟ كنعان ولو ما واحد بيعرف يدرس كلمه بهالبيت يبعث لكم قطيعه مثل الحمام مقطوع عن هيدو؟ معه حال. يا معه وهنا شو معي؟ كيف هلق بدي شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ غسان هذا جيب فيديو وتفرج على سيدي. بالله بدي هذا جيبه سيدي. حسن يا عمي جيب السيدي. هذا بحط شو اسمه؟ هذا الفاني الجزء الثاني. هلا شوف هذا. هذا شوارع اسمه زنقر ارنولدي. هلا ما احلى. ما اشتغل؟ غسان شلون بده يشتغل اذا ما وصلته بالتلفزيون؟ بالله صحيح خد عقلي هذا اللي انطيك. كيف وصله؟ غسان عندك اوديو وفيديو بالسي دي واوديو وفيديو بالتلفزيون، بتشيل جكة الانطيل، بتحط الاوديو والفيديو تبع السي دي بالاوديو والفيديو تبع التلفزيون. لونهم صفرة وبيضة. صفرة وبيضة؟ صفرة وبيضة، ماشي. هذه صفرة وهي صفرة. في أربعة يا عمي صفرة وبيضة. اثنين مكتوب عليهم إن واثنين مكتوب عليهم أوت. بتحط الإن مع الإن والأوت مع الأوت. يلا. إيه إنه أوت لك. بس أنا وين نيني بهذا بالش اسمه إن أنا؟ غسان بالإن بتحط الصفرة بالصفرة البيضة بالبيضة. إيه صفرة بصفرة لك. هاي الصفرة. هذه صفرة هذه بيضة. هذه صفرة هذه إني والله. وهذه بيضة إن أوت. ما اشتغل؟ غسان
حطوا التلفزيون على القافه. يعني بشيل التلفزيون بحطه على وين هذا؟ قافي. بزر البرمجه شو؟ بزر البرمجه. ماشي. ما اشتغل. كبسه غسان، كبسه مرتين ورا بعض. كبسه. ماشي. مرتين. هي مرتين. طلع وراح. شو هنا مجنون يعني؟ شو عامل؟ اتركه، روح على اليمين. مو انت! الزر. يا اخي كيف باخذوا للبطيخ؟ لازم تلصق بالتلفزيون. شيلوا كسروا يعني باخذوا على اليمين. يا ربي يا خير. زرقاء وين ما اشتغل. يا رب يا تاخذني يا تاخذ الاحمر. حط بلاي يا سيدي. حط بلاي يا سيدي. حطوا لك. ها ماشي ماشي خلص. اشهش افي سيدي. الحط سيدي. صحيح انا نسيت السيديات ببيت اهلي. بيت اهلي وهنا عبد كل شيله وحطه واختي يا خير. خلاص غسان بلا كله التلفزيون. روح ساوي لنا كاسه شاي وجيب لنا شدي نبصر فيها. يلا. اي والله شاي احسن شيء. وهنا بجيب شدي وهنا بصلي بس. ماشي ماشي. ما عاد لحق اليوم دبروا حالكم اكل لبكره. ماشي داني. ابي شدي غيروا عنا يا افتح له. انا بدي افتح لك. التتا لك شلون غسان؟ شلون الشباب؟ منيح لك. لا يا فادي بدنا ندخل. يا فادي فادي جيب زيت. لك اهلا بالشباب. تفضلوا ادخلوا. شلون ندخل على انا مالك شيء على الباب صغير. لك يا غسان افتح الباب الثاني. يلا جيتك ها. اهلا بالشباب. اهلا بالشباب. الله يبلاك ابني قتيل مروان. يا شحميدة زلزال. مرحبا. لا تاخذونا لا تاخذونا يا جماعه. وقعناكم الباب. اخي تصلح صلح. شلون اهلك؟ امك ابوك شلون؟ عموره شلون؟ عموره يا عموره ما بقيت تعرفه. هو مع امك بيت خالته هلا بيحاولنا. عليم الله يا اخي. امبارح كنت عم بقول للشباب انه اشتغلت لكم والحمد لله. ايوه بتحط ايه هلا ما انتم واقفين. انتم واقفين يا جماعه. شو منك ولو تفضلوا 100 الف. شرف شرف. يلا تاخذ ودي تاخذ. اهلا وسهلا بالغوالي. اهلا وسهلا. يا ميت السلامه. عليم الله شرفتونا. تفضلوا ارتاحوا. يلا صحة. وانا شلون طيبين؟ لك مو خبرتوني وقلتوا لي انه ابوكم بيصرفكم 200 وما بدكم تروحوا على العرس؟ دخيو اولا العرس لبنت خالتك يعني مشان امك. مضبوط لا لا؟ مضبوط. بما انه العروس بنت اختها فمشان اختها لازم تحضر. بعدين هذا واجب. شلون ما بتحضر؟ نعم لك على راسي واجب ما حكينا شيء. بس معقول تجي بدون ابوك بكل خبر؟ لك يا فادي امك صار لها 3 ايام عم تبكي مشان هالقصه. اختي والله اختي يعني ابي ما بقى يتحمل. ايه ايش شو ايه؟ ابوك نزل من هون ونحن نزلنا من هون وبعد العرس يخلق الله ما لا تعلمون. ايش نساوي؟ خيو المنعنا بس تفهم لك لاخو وجودي. انا ما دخلني. يعني انت ما بدك تروح معنا على العرس؟ حبيبي مثل ما بيقول المثل لا بدي نام بالبرية ولا بدي اشوف منامات في شعب. بعدين لا تزعل مني. اذا ابوك زعل مني بتعرف شو بصير؟ بنقطع عن المصروف ما فيني كفي دراستي. ساعتها لا انت ولا اخوتك ولا امك ولا خالتك فيكم تساعدوني من القصه. لا تزعل مني. الله يرضى عليك. لا تزعل.
اقصى عليك يا فادي، قدك صاير مادي وشرشوح. بودي انا مالي مادي، بس انا حريص على مصلحتي. يعني ما بدك تروح معنا على العرس؟ ولك ايش بك انت ايش بك؟ عجب ايش فوق اخوك جذبه وبيريك؟ لك عيب خيو عيب، استحوا قولوا في عالم برا بتسمعنا. ماشي خيو مثل ما بدك. فادي سعلنا بشوية محمرة، نسكت جوة الوقت ما تستوى الطبخة. المليح اللي خلصنا قبل ما شفنا ابو حمدو، وانا لو شافنا كانت بهدلنا. الله يكرمك. شيل شيل حبمبم عليك، وكل ما احكي كلمه بتطلعوا لنا غلطانين. خلص غلطه غلطه غلطه. بس بلاش تقل بعدين، هيك الاهبل والاشتاء. ولك انا اجذب يا خويته. لك شو بقى يا لعبه كنت ولا استنى على يخرب بيتك لو بعتوني شيء. خير يوم انا سلمني. اهلا يوم الحمد على السلامه. خير شو هالشغله بتوقع تشوفني عليكم يا ضيعان. انت رايي فيكم؟ جايبين حدا لهون اشوفكم بتروحوا لي 30 مستر باي. وحياة امي مش مقضية، انا كنت بدي اضرب غسان قسما بالله العظيم، بس اجت يا عيب شو مالك يا راضي يا عيب شو. لك ايش بك انت ايش بك؟ طاول جدبي. صدقوني يا جماعة مو قصدي، بشرفي مو قصدي. بمر وين حكوا كلمة يا جماعة؟ شجرة. شو اسمه؟ راضي. بسيطة بسيطة أمي. فوتي 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 واقف واقف تعي 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 معك تأمينات إيجابية. واحد لا أودهن نفسي اللي قتلوا بيو لزنبا. لا تأخذونا كسرنا كل الباب. أهلا بومبا. ولا يهم حموري حبيبي بتصلح. تعتبرني هالوسطة. ليشك صيفين؟ نصلحه مرة تانية؟ تمام نصلحه عادي، كل يوم نحن منفكهم ونركهم ونفكهم. كله بتصلح، المهم سلامتك. أهلا وسهلا. ما نصلحه إن شاء الله. كيف لك؟ بدنا نصلحه كل مرة بيتصلح. كيف خالتي؟ بس يا ولا ما في نروح يعني؟ ما في بس سيف لا تروح عند الدكتور. يلا روح جهزنا شوية أكل، أنا وأخوك بنتين من جوعنا. شو أكلنا البخيل؟ يلا يلا أمير وفي يلا خذنا معك حبيبي يلا. كل يوم في صحة. أموري حكي شوي شيل غسالة بقى. خلاص يا عمي ضوش أنت الثاني تركي يعني. يا هذا يلعب مع الأولاد. تركي بلاني أطري إيش كسرت؟ ما في شي، هاي شوية كسرت وصحون. عادي هذا يا حبيبي، عادي فداك. كل أمي كل صحة وهنا إن شاء الله، كل شباب كله صحيح. كلي. لا تقبل. ده شباب وين شباب خلي يجيو ياكلوا. لا شباب نزلوا يجيبوا خبز. اسم الله يعيني. لك أنا خبز عندنا 4-5 طن خبز. يا أخي ما طاروا يعني الحمد لله. سبحان الله يا يوم هذا خبز سياحي ما له بركة طاول. ما له بركة طاول يا خالتي، بس هذا ما كان سياحي عادي ثمن. صحة أمي كلي صحة. صحة صحة ماشي صحة. هذا فيها مطبخ إسا فادي بيطبخ. كايوم أبصيبك كايوم. هلا أمي بده يزعل يعني ما راح يعرف شعوره. إيش طب يدعني شعوره هو ما يدعني شعوري. أمك يا فادي ما راح. شلون بقى؟ أنا يوم راس حمتك ما كنت بروح على العرس. ما كنت بدي روح، ما كنا أصحاب أنا وعمتك. قام أبوك صرخ فيني صوت جمدني، قال لي بدك تروحي غصب عنك، أنت كرست على الجرح من حوسك قتت. هلا يوم عرس بنت اختي بدكم تخلوني روح؟ لما قلت له بدي روح بعق فيني صوت جمدني، يبلاني فقتلي انا شو معذبه؟ ليش انا عملت قيمه لاختي هو ما يعمل قيمه لاختي؟ طولي بالك يوم طولي بالك. ايش بك ساكت؟ احكي لك شي كلمه. معك حق يوم طولي بالك، حتى لو دوري ابوي انا رح احكي معه وطيب له خاطره بكلمتين، انا ابنه الكبير بيحترمني اكثر واحد. لك ما قلت لك انه فادي قد وقدود؟ هو رح يحط ابوي على مسؤوليته. انا ارتاح. عود عود ارتاح. يا ميت اهلا وسهلا نورتوا. كون زبالة؟ لا والله يا أخي يعطيك العافية شكرا.
اخي بحوش لنا هون هون بركي يا اخي مالك ما في زباله ما في زباله الشغله بالزور قريبه ما في زباله خلني انا افتحه وانتو تعالوا الباب انا اكشوا ها تعالوا بدي افتحه بدي افتحه بدي افتحه يا ابو رياضه من بتشوف يا ابو لا 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 بدي افتح يا ابو تادي عسيتي شباب عسيتي بتعرفي قديش بعزك وبعز اهلك انت مرتي وتاج راسي بس لولا المشكله بيني وبين جوز اختي كنت بعدتهم عن عرس مشان تحضر لعرس بنتها شو عملك جوز اختي ليش حاطط حطاطه خلصي وليك شرشوحه لكان انا واحد مثل جوز اختي يغشني ويلعب علي لك انا ابو فادي على سن ورمح يستحمرني ويغشني طول بالك يا ابو فادي يا يوب يا طيب انت طول بالك جوز خالتي ايش عامل معك هذاك اليوم اني ما بنذكر كنت انا وياه قاعدين بالقهوه عم نلعب طاوله ايه وش صار غلبني اربع عدو بالطاوله وانا بعرف حالي لعيب بس قلت لحالي الدنيا ربح وخساره بس يخسرني بالغش والخداع هذا شيء ما برضاه ابدا بعيني شفته جاب الذهب دوبيش اخذت كاسه الشاي مشان اشربها قام لعب دوشيش عوض الدوبيش خسرني لك خسرني بالغش وانتو ولك انتو حسابكم بعدين وانت ولاك فادي هيك بأمن فيك ذاتا خط الاعوج من طول الكبير عسلامتك عم ايش قلتوا لك؟ تري عليك يا فادي يا حبيبي تري يلا قدامي على حلب على الطريق ديال الزور حاولي يلا 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 مع قدامي انت طوال غادي لفوق صلاح انه هني خمسة وخميسة مضبوط يا عمي كيف لك هني خمسة وهذا خميس عرفتوا نفسي خمسة وخميسة خمسة وخميس حلم العيلة العيلة بعتهم حلموا ربهم جبني طعموهم فهيم فهم وفهم الفهم فهموهم فكرك فهموهم هم أموهم هم 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 نافق حالك إيه كامو ألفين وخمسة وخماسة بعد ما نقوم شطار طب خاشة
جبنة فايت جبنة بيضة جبنة خضراء جبنة صفراء جبنة حمراء جبنة كحلي جبنة خمسة أي خمسة يا عم خمسة